ليس هناك تكرار في الزمن وإن بدا روتينياً، فكل إشراقة شمس ليوم جديد أمل مختلف، وكل عمل وإن بدا عادياً يختزن في ذاته جمالاً ممتداً. فالإبداع مخزون في كل لحظة، علينا فقط النظر من النافذة الصحيحة للحياة، عندها سنرى الأمور بصورة مختلفة، وستكون لكل لحظة قيمتها وقصتها. عندها يمكن أن نجد الفكرة في ابتسامة رجل مسن، أو في لعب طفل مرح، أو في نظرة شاب أو شابة. عندها يظهر الإبداع في كل ما نراه وينمو، وستكون موجودة في كل لحظة، وواو هو رد الجواب.